مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا. متجه حاليا ان شاء الله الى الملعب مباشره. المباراه الساعه 2 عندي مباراه المنتخب البحريني مع منتخب كوريا الجنوبيه ان شاء الله، البحرين وكوريا الجنوبيه. تعودنا بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب البحريني، وباذن الله باذن الله يكونوا قادرين على انهم يطلعوا بنتيجه ايجابيه. عموما اليوم يوم المنتخبات العربيه في البطوله، من المتوقع ان شاء الله ان يعني تكون نتائج ايجابيه. مباراه البحرين صعبه وللامانه معذورين ايا كانت نتيجه البحرين مع كوريا الجنوبيه، لكن متوقع فوز العراق ان شاء الله على اندونيسيا، ومتوقع ايضا فوز الاردن على منتخب ماليزيا. فمباراه 2:30 ومباراه 5:30 ومباراه 8:30 كلها فيها طرف عربي في مباريات اليوم. كل الأمنيات بالتوفيق ان شاء الله لمنتخباتنا العربيه المشاركه في البطوله، وكلنا التوفيق لمنتخب البحرين في مباراته مع منتخب كوريا الجنوبيه. مباراه البحرين وكوريا الساعه 2:30 يعني راح تكون ان شاء الله في ملعب مكيف. كل مباريات البطوله في ملاعب مكيفه، لكن هذا التوقيت الظهر ان شاء الله المباراه راح تكون في ملعب جاسم بن حمد بنادي السبع. ملعب يتسع ل 14 تقريبا او 12,000 متفرج. نتمنى ان شاء الله يكون في جمهور بحريني كبير جدا قادم لمؤازرة المنتخب البحريني. البحرين دائما سجلها جميل وطيب امام المنتخب الكوري في بطولة كأس آسيا. المنتخب العراقي اليوم ايضا في ظهوره الاول، وجماهير المنتخب العراقي ما شاء الله موجودة ومنتشرة في الدوحة، جاءت من اجل مساندة منتخب بلادها في هذه المهمة الآسيوية بعد الفوز بكأس الخليج. الأردن أيضا جماهيرهم موجودين الحمد لله رب العالمين، الجماهير العربية حاضرة بشكل مميز جدا إلى أن يحين موعد الغد بحول الله لمباراة المنتخب. ما نبي سن، لا 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 ما إن شاء الله ما فيها اليوم سن، لا 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 اليوم جنة جنون البحريني بدل الجنة جنون الكوري إن شاء الله. ونقول عبد الله يوسف، لا 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 لا, لا. مش سن ان شاء الله اليوم، ما راح اتغنى بسن ان شاء الله، راح اتغنى بلاعبي المنتخب البحريني. كل امنيات ان شاء الله البحرين بالتوفيق يا رب، واحنا معاكم ان شاء الله قلبا وقالبا في هذه المواجهه، ومعاكم في البطوله ان شاء الله. نتمنى تاهل الوصول الى ادوار متقدمه، ونعيد ذكرياتنا مع البحرين في كاس اسيا 2004. البحرين لعبت نص نهائي خيالي في كاس اسيا 2004 امام منتخب الياباني، اذا تذكرون انتهت 4-3، واحده من اجمل مباريات بطوله كاس اسيا، واحده من اجمل مباريات المنتخبات الخليجيه في البطوله. والمنتخب الياباني اللي كان يعني منتخب لا يقهر في ذلك التوقيت وفاز بالبطوله، لكن البحرين قدمت اداء بطولي مع اليابان، والبحرين مثل ما ذكرت عندها ذكريات جميله في كاس اسيا مع منتخب كوريا. فازت البحرين على كوريا قبل في كاس آسيا 2007، وخسرت بشق الأنفس في النسخة الماضية في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف. معاكم يا البحرين. إسماعيل، كيف الحال؟ الحال شوف الحال. شوف أنا أدري حال العال، حال العال، أما أنك تسوي لقاءات مع الجمهور وغصب أنه يشجع مدريد، اللي ما اللي ما يشجع مدريد ما يطلع معي في لقاء. ليش؟ لا لا أنا ديمقراطي. لا 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 يعني لازم يكون يحب مدريد على الأقل، يحب مدريد. لا في ناس يا أخي يعني الحين مش مستحيل المدريد يحب برشلونة. لا عادي، هذا وصيفنا، شو ما نحب الوصيف؟ لا في حد لا ما يحب وصيفه، لا لا دائما لا في ظهره، ما يصير. ومستحيل برشلونة يحب مدريد، لا لا يحبون ان احنا زعماء. اما اذا احد يقول لك اشجع برشلونة تزعل، ما يصير. اذا انا زعيمة يعني انا الحين انا شوف يا جماعة، لو اقول حق اسماعيل انا ميسي افضل من رونالدو، يا هو ينزل يا انا انزل، ما يصير يعني. في شغلات رأيك، في شغلات لا يعني لا تحطني، لا تحطني انا ما انا اتقبل رأي الاخر. ما تقبل اسماعيل، انت ما تقبل يا اخي. ميسي افضل لاعب لعب في تاريخ الليغا، لا في تاريخ كرة القدم. لا 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 تحصر على كرة القدم. انا بالنسبة لي اوكي اوكي، لحظة لحظة. مارادونا، لحظة لحظة. من افضل من ميسي لعب في الدوري الالماني؟ الالماني؟ ايه ميسي ما لعب في الدوري الالماني. لا لاعب في الدوري الالماني افضل من ميسي؟ لا ما اعتقد في حد. لاعب في الدوري الانجليزي افضل من ميسي؟ لا ما اعتقد في حد. لاعب في الدوري البرتغالي افضل من ميسي؟ ما اعتقد في حد. لاعب في الدوري الايطالي افضل من ميسي؟ ما اعتقد في حد. كيف تحصرها على الليغا؟ في الشامبيونز ليج في افضل من ميسي. اوكي خلي الشامبيونز ليج. في كاس العالم في من لعبه افضل من ميسي. يعني كاس العالم يعني ميسي هو الافضل في تاريخ الاعلام ليغا. وجهه نظري انت بالنسبه لك يعني الليغا لا يتعدى الليغا، يعني افضليه ميسي تنحصر انه هو افضل لاعب في تاريخ الليغا رايي. اوكي رايي بالعكس طبعا. الشامبيونز ليج من افضل لاعب في التاريخ.
الشامبيونز ليج. ما تقول لي افضل لاعب في التاريخ، من افضل لاعب في الشامبيونز ليج في تاريخ الشامبيونز. ايه من افضل لاعب؟ ايه لا بعد صعب. ها قول لي من اكثر من سجل، من اكثر من لعب، اللي جاب البطولات اكثر واحد أكثر دمر الدنيا كسر الانديه هواترك يعطيهم شكل. اللي جاب البطولات غير، لان في ناس اكثر من رونالدو. لا اللي لعب مباريات يجيبها دون دونا دون.